أمن مختلف بادرت مديرية ثقافة أطفال جرميان بالتعاون مع دائرة ثقافة أطفال خانقين التابعة لحكومة إقليم كردستان بتوزيع ملابس شتوية على أعداد كبيرة من الأطفال النازحين في خانقين بهدف مد يد العون لهم والتخفيف من معاناتهم مع حلول فصل الشتاء. عباس الأركوازي معه تفاصيل أوفى. تتواصل الدوائر الحكومية التابعة لحكومة إقليم كردستان بتقديم دعمها المادي والمعنوي للعوائل النازحة إلى مدينة خانقين وباقي مدن إقليم كردستان وعلى مختلف الصعد، حيث بادرت مديرية ثقافة أطفال جرميان وبالتعاون مع دائرة ثقافة أطفال خانقين التابعة لحكومة إقليم كردستان بتوزيع ملابس شتوية على عدد كبير من الأطفال النازحين في خانقين بهدف إكساء الأطفال النازحين في فصل الشتاء وتخفيف معاناتهم قدر المستطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن الحملة التي تقوم بها مديرية ثقافة أطفال جرميان في تقديم المساعدات للأطفال النازحين في جرميان وجرمسير. قامت مديريتنا بتوزيع ملابس شتوية على أطفال نازحين في منطقة خانقين، وإن شاء الله مستمرين دعم هذه المساعدات لأطفال نازحين في خانقين. اليوم في مخيم كردستان الجديد اللي هو في قرية علي السعدون في خانقين عندنا مبادرة حلوة من مديرية دائرة ثقافة جرميان ودائرة خانقين، ساهموا بجلب ملابس شتوية كسوة شتوية للأطفال من عمر 6 إلى 15 سنة. بالحقيقة هذه مبادرة جدا جميلة وجيدة، ونأمل أن تكون هذه المبادرة بشكل أوسع، لأنه أنتم تعرفون النازحين عندهم عدة احتياجات، خاصة احنا مقبلين على موسم الشتاء والجهات المانحة ما تزودنا بالملابس وهذه الاحتياجات اللي هي مثل الملابس ومثل الأحذية والجواريب وهذه المسائل. نشكر لهم هذه المبادرة، نتمنى للأيام القادمة تكون مبادرة يعني بشكل أكبر. ومن جانبهم ثمن ذوي الأطفال دور وجهود حكومة إقليم كردستان ودوائرها في رعايتهم المتواصلة لهم، مناشدين الجهات المسؤولة في إيجاد حل لأزمتهم. نشكر دائرة الأطفال الجرمية، وإن شاء الله تسووا لنا حل ونرجع لبيوتنا وملابس أطفال جابوا لنا، ما قصرتوا، نشكركم. نشكر حكومة كردستان على هذا الاستقبال وعلى المبادرة الذي قاموا بها بتوزيع الملابس الشتوية للأطفال، ونشكر حكومة خانقين على هذه الاستقبال اللي استقبلونا، وإن شاء الله ما كفر، إحنا مو نازحين، إحنا بداخل أهلنا وداخل بلدنا، وإن شاء الله إخوان نكون وموقع واحد، وما مقصرين الحكومة يعني كل شيء ما مقصرين، والحمد لله والشكر على هالمبادرة الحلوة. شكر دائرة الأطفال الجرميان جابوا لنا ملابس شتائية للأطفال وما قصروا ويانا. نشكر حكومة إقليم كردستان حيث قامت اليوم بتوزيع ملابس شتوية على أطفالنا، ونتمنى أنه يشوفونا حل ونرجع إلى مناطق سكنانا. شكر دائرة أطفال جرميان اللي ساعدونا بملابس الأطفال الشتائية، ونشكر إقليم كردستان اللي يوفرون هاي المساعدات اللي احنا محتاجيها. هذا ويشهد العراق وضعا امنيا استثنائيا منذ احداث العاشر من حزيران، حيث تتواصل العمليات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لطرد عناصر تنظيم داعش الارهابي من المناطق التي تسيطر عليها، ما ادى الى نزوح عشرات الالاف الاسر الى مناطق اقليم كردستان. لفضائية كركوك من مخيم نازحي كردستان، عباس الأركوازي.